السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي والإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. سلام الله عليكم أجمعين. تحية طيبة لكل إنسان، تحية طيبة لكل بنو آدم عنده ذرة من الآدمية، وذرة من الأخلاق، وذرة من العقلانية، وذرة من الروح الطيبة. الروح الطيبة هذه، النفس الطيبة، ربي كرمها في القرآن، كرمها النفس الطيبة هذه، النفس البريئة هذه، اللي تعيش في الدنيا هذه ما تديرش الشر مع الناس. كل إنسان فيه نسبة من الشر، لكن الشر تاعو الأذى ما يوصلش للناس، يموت ربي يكرمه. لكن كاين نفوس خبيثة دنيئة وسخة معفنة، يوم تموت الأرض تكره، تفرح انه مات ما يمشيش عليها، وما تحبش تديه، ما تحبش تدفنه، سبحان ربي العظيم. المهم، عام حبس الأميرة بوراوي، جينيكولوج هي مختصة في النساء، تولد وما شابه هذا، أم لولدين أو بنتين أو بنت ولد، الله أعلم. المهم رزقها رب العالمين بابنين، راحوا داوها عام حبس نافذ. علاش؟ من عهد بوتفليقة، وهي تخرج ضد بوتفليقة، تقول هذا حكم فاسد، عام حبس. ولو إنسان يدخل عام حبس، حتى أولادنا، طفلة صغيرة 4 سنين داوها مع أمها الحبس، داوها الثم، قاعد نهار كامل وهي وليتوا تعدوا على النساء. يعني شوف الضعف نتاعكم، ما قدرتوا تواجهوا سياسيا، ما قدرتوا تواجهوا فكريا، ما قدرتوا تواجهوا أخلاقيا، وليتوا نقص أخلاق منكم وتربية. الله ينعل بالراسة تاعكم، يا حنوشة الخرا، يا حنوشة الزبل، يا بوليس العار اللي تروح تحكم المرأة تديها عام حبس، وهي باش نايضة باش تجيب لك الحرية، وانت تروح تحكمها ودير لها ليمينوط في يديها، وتديها توقف فوق المقاضي وتعاود تديها للحبس. أنجس منكم ما شفتش، وأرخص منكم والله ما شفت، ولك أحط منكم والله ما شفت، ألعن منكم ما شفتش. حيوانات ماشية فوق الأرض، حيوانات ماشية فوق الأرض، وسخات وعفن. عجب عجاب في بلادنا هذا العجب. إذا تذكروا قبل أشهر، واحد الأخ مسكين العائلة تاعو كاملة مات، هو في الحبس، حاكمينه في الحبس، راحوا يزوروه، بداو هاد زرايا أمازيغية والله زرايا تاع الجزائر، المهم حكموا في المظاهرات، داوه العائلة تاعو كاملة ماتت. حتى قامت الجزائر كلها والشعب كامل يندب والمنظمات الحقوقية باش طلقوه راح. مثل الأخ اللي كان في الحبس وبناته تحرقوا، مساكين الله يرحمهم ويوسع عليهم. حتى الجزائر كاملة قامت، والإعلام البديل وندبوا الحقوقيين والمحامين باش طلقوهم، ما حضرش الجنازة. ويحيى محكوم عليه 15 سنة نافذة، حرامي وسرق ويستاهل الإعدام، بعد ما يستجوب ويستنطق ويعترف بكل الوساخات ورجع الأموال المنهوبة، يعدم في الميدان العام ويعدم إعدام، يختاروا له إعدام مانيش عارف كيفاش، معفن، إعدام معفن. يكرم، خرجوه خوه ربي يرحمه، على كل حال خوه ربي يرحمه، ما عندنا حتى مشكل مع خوه. لكن علاش هذاك المسكين المواطن العادي، باباه يموت، اختو تموت، خوه يموت، ولده يموت، كل شيء يموت، وتخلوه في الحبس حتى تقوم القيامة باش زعما كونكوا تحفظوا مع الوجه، تقولوا له روح بعد الدفينة، روح شوف الله ما على باليش واش دير. وهذا هو يحيى مجرم، مخرجينه بكوستيما ويستقبل في العزاء منين؟ قال لك من الناس اللي دخلوا الحبس، عارفين انه العصابة وجاو يعزوا فيه. ما انت عارف انه من العصابة، علاش تعزي فيه اصلا؟ علاش تعزي فيه؟ روح عزي خوته الاخرين، في خوه عزي خوته الاخرين، عزي العائله. بصح هو يحيى ما يتعزاش في خوه لانه معفن. كان اشرفكم لو رحتوا عزيتوا خوه الاخر، والله خواتاته، والله العائله تاعو. لا، لكن بما انكم مجرمين جبتوا ثم احتفال وقاعدين تعزوا فيه وفرحانين به، قال لك زعما هذا راه من العصابه. الله يلعنكم كلكم وسخات وقذرات. انسان كيما داك تروح تحط يدك في يده وتعزيه في يدك في يده، مجرم، تروح تلطخ يدك بيده، هذاك لو كان يقربني 15 متر نتيري عليه،
15 متر، من بعد 15 متر يقدر نضربه بحجر على الراس معفني. سلوكينغ، سلوكينغ هذا هو المغني الجزائري، دار هو على حسب مجهود المسكين يعني، دار لما وجاب المعدات نتاع سبيطار كمامات مش عارف، قال هذه مفاجأة نبعثوها لسبيطارات في الجزائر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وربي كثر من مثالك. بصح انا حبيت نقول لك واحد الحاجة، هذوك الحوايج اللي تبعثهم ما يوصلوش السبيطارات، الحكومة تديهم، راك تزيد للحكومة. كان يا حبذا هذوك الدراهم لو جمعتهم ودوتهم لاي جمعية خيرية، غاني مهدي او امير ديزاد او العربي زيتوط، وهم يوصلون بمعرفتهم للفقراء والمساكين، وغاني مهدي كفيل انه يوصلها للفقراء والمساكين. انتم راكم تزيدوا في الماء في البحر، يعني اي حاجة تبعثوها هي راح الدولة تديها، ما مدوهاش للسبيطارات. نهار الصين مدت الكمامات ما مدوهاش للفقراء والمساكين، اداوا هما العين النعجة اللي عندهم هما لولادهم ونساهم. فيا حبذا لو ما تزيدوش تساعدوهم، يعني يا ريت ما تزيدوش تساعدوهم. انت مشكور على كل حال على كل شيء قمت به، واجرك ثابت باذن الله لانك درتها بنيه. لكن احنا نقولوك يا ودي اللي تبعثه ليه راهم يدوه هما، وممكن حتى يدوه يعاودوا له طرابلس ويخرجوا لحبابهم وهذوك يبيعوه طرابلس. ربي يجيب الخير برك. اميره بوراوي هذه لازم الجزائر كل تتحرك عليها. تاع عام حبس هذه علاش تدخل عام حبس؟ بعت الكوكايين، سرقت، نهبت، خطفت، قال دولة مدنية، الشعب تاعك كامل يقول دولة مدنية. قالت لي جنرال بوبال مني انا رسميا بالله غير نكتبها في الحيوط لي جينيرو الاعدام، درك تولي لي جينيرو الاعدام مش لابوبال، باسكو نتوما ما نخصهم كيفاش حابين تفهموا. فلازم لي خوك كل يتضامنوا معاها باش تخرج، تخرج. ماشي بلاد باباك مذكر بالحبس هذا درتو كانوا دار منكم، دخلوا اللي تحبوا وتخرجوا اللي تحبوا. الحرامية والسرقة برا والناس الشرفاء دخلوا فيه من الحباسات. الحبس هذا ولا معاقبة للأحرار، الله يلعن والديكم اللي مبني أصلا بدراهم الشعب. البلاد الحباسات اللي راكم تبنوا فيهم وبنيتوهم هذو قادرين تبنوا شركات للناس يخدموا على رواحهم بدراهم، تصرفوا مع الشعب، الشعب يركح ما يدير والو. الشعب كيلقى رزقه وراح يروح، كيلقى رزقه جاب له يشرب على شنو؟ الله اللي تربحكم، ربي ضربكم للمخ يا المعفنين، يا المعفنين. قذارات، لا اله الا الله محمد رسول الله. بارك الله فيك يا شيخ حمداش عبد الفتاح حمداش، يعني تكلمت خطبه مليحه على المساجد ومنها، بصح يعني انا ضمن لسه ما وصلتكش المعلومه انك تتكلم مع ناس وكانهم هما ما همش عارفين باللي غلق المساجد حرام. هما عارفين باللي غلق المساجد حرام، هما غالقينها، هما غالقينها، ما هما اصلي. يا 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 حمداش، يا اخونا حمداش، شوف راني نتكلم معاك والله العظيم. يعني شوف شفتك في هذاك الفيديو، يعني كيما نقولوا حنايا غطني، مش غطني لانك فقير ولا مسكين، غطني حسيتك انك ممكن ماكش مستوعب الامر. ولكن اللي يحكمون فينا ما همش مسلمين، افهمها، ما همش مسلمين. أو مش أي واحد يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا مسلم، مش أي واحد يجي يخدعك. أبو بكر الصديق يقول لك إذا خدعنا بالدين، إذا خدعونا بالدين خدعنا. بصح مش يخدعك 10 مرات، مش نفس الشخص يخدعك 20 مرة، يصلوا غير نهار العيد ويصلوا بلا وضوء. أعطيني حاجة داروها فيها اسم الله أو حاجة تدل على الخير اللي جاي من وراها، ما كانش. جات غير عند المساجد غلقوها، ما هي الخطبة تيجي من عند الدياراس. هذه مساجد ربي أمر هكذا، ربي أمر هكذا، ربي أمر هكذا، أعطينا التجواب. ربي أمرك أن الدياراس هي اللي دير خطبة الجمعة؟ وش من شرع هذا؟ اللي يستحل الزنا ويستحل الخمر ويستحل المنكرات والمخدرات ويستحل أعراض المسلمين باغتصاباتهم ويستحل حتى شرف الرجال ويستحل، هذا تسميه انت مسلم؟ اعطيني قاعده على واش بنيت اي اساس، على اي اساس بنيتوا بلي هادو مسلمين؟ اعطونا شي، اعطونا اساس برك، اعطونا قاعده. ممكن احنا بغوله وما نفهموش، فهمونا، اعطونا نفهموا، هاتوا فهمونا سيدي، هاتوا فهمونا. ليتجرأ على دين الله عز وجل، ليتجرأ على احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ويبطرها او يغير محتواها أو يغير مفهومها لتخدم مصالحه، هذا كافر أصلا، كافر.
اصلا كافر، اللي يفتري الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كافر. هم احاديث 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 غيروا محتواها نهائيا، غيروا مفاهيمها نهائيا، وباطرينها بطر. خافوا ربنا، خافوا ربي فينا، خافوا ربي فينا، خافوا ربي فينا. نريد كلمة حق، نريد أن إنسان يقول كلمة حق. ما قلنا لكش هز السلاح وروح حارب، ما احنا ما نحبوهاش فوضى، ولا إنسان يبغيها فوضى، لكن حابين أن هذا الحناجر الطيبة تصدع بكلمة الحق. قال لا هذا منكر، هذا حرام، لا هذا مخالف للشرع. فقط هذا واجبكم يا علماء، هذا واجبكم، واجبكم، واجبكم تقولوا كلمة الحق. لا تدعوا للفوضى، ولا الشعب الجزائري يريد فوضى، ولا يريدها حرب، ولا يريد دماء، ولا يريد وسخات. إذا كان الجزائريين راح يقيموا حرب، يقيموها مع عدو خارجي إذا اعتدي على الجزائر. إذا اعتدي على الجزائر سترى بأسا شديد بإذن الله، لكن الداخل نحن نصطع بكلمة الحق فقط. إذا سطع أهل الحق بالحق خسئ الباطل، الباطل يخسر. فما نريد منكم الا تقولوا كلمة حق، مش تترجى فيهم، تترجى فيهم يحلوا كل المساجد. ترجي والله جاتني اشفقت عليك، كانك تترجى، تترجى فيهم. اجابونا لهذا الحد يعني حتى كلمة الحق لا نقولها؟ يا اخي خذ الامام احمد بن حنبل عبر، خذه قدوة لك. اذا كان النبي قدوة صعبة والصحابة قدوة صعبة، خذ على الاقل التابعين او تابعين التابعين، خذوهم قدوة. ما كانش يحاول في الملك من أجل الحق، قال هذا الحق وخلاص، اللي يصير هذا الحق، وإذا كتب له ربي يموت يموت، إذا كتب له ربي يدخل سجن يدخل سجن، وإذا يا السجن عندنا راه أصبحوا يا ودي اللي راهم في السجن راهم أكثر على اللي برا. تسمى الجزائر كلها في حبس، تدخل الحبس زعما داوك الحبس يعني راح تموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله خونا ابو جلال، هذا المسكين اللي حرق روحه في وهران، ربي يرحمه ويوسع عليه، حنا نطلبوا له الرحمه. القهر، قهر هذا راه اصعب حاجه تتصب على الانسان، الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه، والظلم اذا وقع على انسان واستفحل فاصبح قهرا، تتوقع من هذا الانسان اي شيء، انه حتى يقتل نفسه او يقتل غيره عادي، لانك وقعت عليه الظلم والقهر والحقره. احنا نطلبوا ربي يرحم هذا بعزيزي الجزائر. اصبحت الدول العربيه لازم الشباب يحرقوا رواحهم، سواء في مصر اغتيال يعني قتل نفس، اصبحوا يقتلوا في رواحهم نساء ورجال، في تونس، في المغرب، كذا مره تحصل ان الانسان يحرق روحه. الان انتشر هذا الوباء في الجزائر، اصبح الشباب يحرق روحه. هذا النظام الفاسد الفالس الفاجر الفاسق، وحدة فاجرة ممسقة معفنة راح تحقر فيه، وحدة سفيهة وتافهة، سفيهة وتافهة، ناسي اسمك، سفيهة وتافهة، تروحي تتعدي عليه حقرة زعما تنفخي في روحك ونقول شوفوني، وانت والله الا من افجر الناس. نعرفكم يا بوليسيات العار، يا بوليسيات العار راكم وليتوا جواري من مكتب المكتب، من مكتب المكتب. يا بوليسيات العار، من حاشا الشرفاء، بعض قلة قليل الشرفاء، وليتوا جواري، وليتوا عاهرات تحت مظلة القانون، تحت الدروج ورا الحيوط ورا البيبان، الله يلعن والديكم يا الخماج. ومن بعد تخرج تحقري في الشعب، تحقري في الشباب، تتعدي على الرجال، تتعدي على الرجال، ما رباكش والديك، تتعدي على الرجال، الله يحرقك، الله يحرقك يا عرة النساء، الله يحرقكم حرايق ويدمركم تدمير يا وجوه الشر. هذا كل سياسة بوتفليقة، خلط الحبل مع النابل، حب يركب يركب المركوب على الراكب. الله يلعنكم لعن، ربي خلق الدنيا الرجال قوامون على النساء، لا حب يقلبها، يقلبها بالسيف، يقلبها بالسيف. أنا المرأة تولي تتحكم في الرجل، ويا ريتها تتحكم فيه بعقلانية، لا تتحكم فيه بغش وغلب، لأنهم هم معتادين عليها، هي في المكاتب يعتادوا عليها جنسيا، تخرج تفضل الغش تاعها في الشباب برا. الله يلعن والديكم وسيد الخمج اللي راكم ديروا فيه، الله يلعنكم لعن. هذا نداء لاخوتنا اللي راح نديروا
مظاهرات في فرنسا من اجل اخوتنا في فلسطين، اللي قادروا يروح يروح. هذه فلسطين حبوا يمسحوها مسح، هي تتوسع، رقعة اسرائيل تتوسع تتوسع. امر النبي ولا بد من الحصول منه، لكن والله لا ساعاتكم قليله ومعدوده. ساعاتكم قليله ومعدوده. استغفر الله لي ولكم واتوب اليه. ربي يحفظكم وربي يستركم. اختنا اميره بوراوي ما هيش اقل شان من اي جزائري حر. وقفوا معها في كل مكان. ربي يحفظكم وربي يستركم. وصلني واحد الميساج قال لك من الاخوه الساعه الساعتين درتوا باش الناس تخرج مسيرات، قال لك ما يقدروش في بعض المناطق الصحراويه السخانه تحرق. قال لك ما قدرناش. والله تامر راس تخرجوا، تامر راس واضرار خرجوا. راهم اسخن المناطق في الجزائر. فحاولوا تخرجوا ولو بعد العصر، دبروا راسكم شوفوا اللي. لكن يعني تخرجوا ساعه او ساعتين ما هذه حاجه على راسكم. خرج احنا ونتمناو في الشمس هذه اللي راكم انتم تقولوا الشمس، والله احنا نتمناو فيها، نتمناو تجي عندنا شمس كيما تاعكم. وكان مش عارف نخرج نخرج نعاود نلعب ما على باليش، خافوا ربي. المهم هذا اللي قال لك راح بو يحيى، هي القصه تاع بو يحيى اللي قال لك داوه يعزي خوه، يعني بالحاجه عمته ماتت، عمته ما خلوش يروح يعزي عمته، مع انه ما عنده حتى حكم قضائي انه ممنوع ولا ما كانش حقره وظلم واعتداء. علاه ما خليتوش يروح يعزي؟ اي واحد يموت من العائلة عمره يروح يعزي. حتى رفيق دربو عباس المدني لما مات ما خلوش يروح يعزي. ويحيى الكريمينال اللي دمر الجزائر ودخلها في حيط ونهب اموال الجزائر وفاتح عليها ابواب الدعاره وابواب جهنم، عادي سيارات تديه وتعاود تجيبه، ومن بعد يجيب لك هذا من العصابه. والله لو كان انتم فعلا نيتكم انه عصابه، والله العظيم لما يشوف الشمس. لو انتم فعلا تقولوا عليه عصابه متاكدين انه عصابه، لو انتم فعلا تعاملوه معامله العصابه، والله لا راح راح من زمان. لكن بما انه سيدكم مازال سيدكم، مازلتوا تلحسوا له، مازلتوا تحوصوا على الرضا تاعو، تلحسوا له على بها، مازلتوا تدلوا فيه. 5 ايطوال قاعد ليه 5 ايطوال، كلشي يدخل الماربور والماكله الدخان فرماجو اندريير مانيش عارف شنو الماكله تليفونات نساهم يدخلوا يروحوا نورمال عايشين لابيل في مدير روبو. وخالصين على ظهر الشعب الجزائري، الصندوق الشعبي الوطني خالصين من دراهم الجزائر، ويزيد يدو يوصله وين ما يحب. واللي برا طليق حر وما عنده حتى حكم قضائي ممنوع يروح يزور، وممنوع يروح يزور العراس، وممنوع يروح يحضر الجنايز. الله اللي يتربحكم، تبغونها عوج ربي يعوج ظهوركم في الدنيا وفي الاخره. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. ربي يحفظكم وحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.